زهقنا يا عالم زهقنا. انت تعبتي؟ رجعنا لحالي كلنا تعبنا، كل الأطفال كل شباب تعبوا. بكفي عاد بكفي، شو اليهود بتسوي فينا؟ دول عربية بتطلع فينا عجبها الموضوع اللي احنا فيه؟ عجبها ولا بتطلع فينا هيك؟ احنا زهقنا يا عالم زهقنا زهقنا. انتو يا عرب يلي مش عارفة ايش اقول عنكم، الاطفال قاعدة بتموت تحت الردم، بتقطع ايديها بتقطع رجليها بتقطع روسها. لكل واحد عربي واجنبي بده يشوفنا، ايش الدم اللي فيكم؟ من وين مصنوعين؟ انتو من اي طين مصنوعين؟ لو بكم صار في زي هيك حتسكتوا على الموضوع هذا؟ انا بدي احكي كلمة واحدة، مش مسامحاكم دنيا ولا اخرة، وحقوا لي يا ربي اني ما يسامحكم دنيا ولا اخرة. هاد اخر كلمة حقول لكم.